ربنا يفتحها عليك يا شيخة اسمك. يا رب. شكرا على الشاي. لا عايزة اقول لك حاجة، تعرفي ان انا نفسيتي بقت مرتاحة قوي من ساعة ما قربت من ربنا. حاسة ان ربنا قريب مني قوي وسامعني وتفائلة. حاسة كده ان انا لو دعيت له اي دعوة هيستجيب على طول ان شاء الله. اي حد فينا علاقته بربنا مش محتاجة وسيط ولا شيخ ولا مقام، تقدري بمنتهى السهولة تقومي تصلي ركعتين، تكلمي معاه، تدعي له، تطلبي منه اللي انت عايزاه. كمان في حاجة تانية مخلياني سعيدة جدا. ايه يا حبيبي؟ انا بدأت دلوقتي اصلح علاقتي بماما من ساعة ما الشيخ قال لي ان يمكن تكون عدم استجابة الدعوة ان ماما مش راضية عني. ها ايه رأيك؟ المهم تكوني بتعملي اللي انت مرتاحة له. وحقيقي انا مبسوطة جدا ان صلحت علاقتك بطنط. ربنا هيجازيكي خير ان شاء الله يا حبيبتي، وهيعمل لك كل اللي نفسك فيه.